مشاهدينا، مع إغلاق الأندية الرياضية لحد الآن والجلوس في المنازل أغلب الوقت، افتقد الكثير من الناس أجواء النادي وروتينهم اليومي والأسبوعي في عمل التمارين الرياضية. طبعا لكل واحد فيهم هدفه من الرياضة، البعض يتمرن عشان ينزل وزنه، والبعض يبغى يحافظ على رشاقته، والبعض الآخر يسعى لبناء العضلات. فخلنا اليوم نتكلم عن رياضة البيت واللي بتشمل أهم أنواع التمارين لكامل الجسم. خلينا نرحب بالمدرب الرياضي نايف النمشان. هلا بك يا كابتن نايف. الله يعطيكم العافية، منورين. هلا وسهلا بك ويديك العافية. يعني ما شاء الله ما شاء الله، باين عليك انك من بعد النادي ما وقفت تمارين. لا الحمد لله، من يوم اغلقوا الاندية على طول شريت لي ادوات خفيفة ونقلت النادي في البيت. حلو، احنا نبغى نتكلم عن الحلول والبدائل حتى لا نقطع عن الرياضة والتمارين. طبعا البدائل، اهم البدائل الضرورية البنش والدامبل والبار. لا احنا نبغى بالعربي عشان نفهم البنش. البنش ايش هو؟ البنش هو كرسي يتحرك. أيوة. ثلاثة. أيوة. مسارات. حلو. رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة. تمام. يقدرون يتمرنون فيه تمارين الصدر، تمارين البطن كمان، وتمارين البطن عادي. تمام. وفي الستب اللي هو اللي يسوون فيه تمارين اللياقة. الستب ممكن نستبدله بالدرج عندنا في البيت. عادي. اي نفسه. في كمان حلول. اي. والدامبل نفس الدامبل والبار وحبال المقاومة. حلو. بس هذه اللي أنا قاعد أشتغل عليها من يوم الحجر. ما شاء الله. والحمد لله قاعد أستفيد منها، وكثيرين قاعدين يستفيدون ترى. 100%. يعني ما شاء الله، أنا قاعدة أتابع صراحة الفيديو، كان شوفك ما شاء الله قاعد تأخذ يعني الشباك، الباب، باب الشارع بالحبال المقاومة، يعني الحمد الواحد لله. يغير. لا الحمد لله، هو كبداية كنا على جراكل الموية والشباك. بالضبط. شفنا الدعوة مطولة، قلنا لا لازم إنه يعني تفضل. انا انسان احب الرياضه. ايوه خلاص، كثيرين يحبون الرياضه. أيوة. لازم انا اخليهم يتمرنون. يعني انا عندي متابعين. طب وش الحل في اللي ما يتمرن يا كابتن؟ الحل اللي يقطع وما يتحمس؟ للامانه في البيت الواحد ما يتحمس، وانا من هذول الناس، يعني ما عندي احد يتمرن معي ولا اتحمس. ما راح اتحمس الا اذا رحت نادي ولا معي لما مدرب. لما بينزل يطلع وزنك راح تحمس. والله انا عارفه، والله طلع ولا حياتي اللي مدت. لا كثيرين الحين خلاص، الحين بدوا الحين كثيرين رجعوا خلاص قاعدين يشترون اجهزه واغراض في البيت. والله شرينا وحطينا، بس وين الحماس؟ احنا نبي السر هذا، شلون نتحمس؟ الدافعيه. كل واحد عنده هدف. صح، كل واحد الرغبه هي اللي تطلع الحماس. ايوه. طبعا انا مثلي، انا المفروض ما اتمرن بعد بالبيت. بس خلاص انا لازم اكيف نفسي، اعود نفسي بدرجه اني يعني اغير ملابسي واتعطر والبس وانزل كني رايح النادي. وانا بنزل تحت. اي والله. تهيئ نفسك. مهيئ نفسي تمام. حتى اقوم الصباح وافطر. جدول. عاداتي ما تغيرت ولا بشيء. الله ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. كم مره في الاسبوع يعني يوميا ماشي على هذا النظام؟ بالنسبه لي انا اتمرن 6 أيام في الاسبوع. 6 أيام كل يوم. يوم واحد راحه. ساعه في اليوم. ساعه وعشر دقائق. طبعا الحمد لله صاروا اخواني معي في البيت يتمرنون. عديتهم. والله الحمد لله صاروا الناس الحين يعني لما ما شافوا سناب رجعوا كابتن نايف ما في تمرين، ففي ناس تسال. يحمسونك هذول بعدين. هذولي كمان هذولي ياثرون علي. حتى لو نسيت ولا تكاسلت قلت لا خلاص اليوم بتفرج على موبي ولا اليوم بطلب بيتزا، تلقى المتابعين يقولون لك. هم اللي يخلوني ارجع للتمرين اقوى. حماس. لما يقولون انت اللي تحمسنا وانت اللي قدوتنا وانت يعني خلاص يعني. وانا انسان احب الرياضه، اي واحد يحب الرياضه ما اتوقع ما يقدر يسيبها، ما يتركها. صح. لو تمرن مشي بس. اي صح. يعني اقل امكانيات اني امشي بس، اسوي لي ساعه كارديو وخلاص تكفي. طب صحيح. بالنسبه للناس اللي الان جلست في البيت 2 أو 3 شهور وهم اصلا كانوا مثلا دائما في النادي، دائما في الجيم، هل ياثر على لياقتهم عدم طبعا؟ طبيعي اللياقه تتاثر، حساسيته في التمرين تتاثر، ونفسيته النفسيه راح تنزل تحت. اكيد. فوق هذا بيرتفع وزنه. برت هذا هو هو غلط اصلا. الواحد يترك نفسه كذا حتى عمليه الحرق تنزل عنده، حرام. يعني انت رياضي لك 10 سنوات في الاخير، يعني تمار اقل شيء كارديو على الاقل. صحيح. يمشي بس يمشي ويلعب بطن وخلاص شكرا. والسر في السر في الرياضه هذه كلها ترى التغذيه. تمام.
إذا تغذية الواحد كويسة راح يستفيد من الرياضة هذه أيا كان رياضته. هو صحيح على طار التغذية كابتن، بس نبي يعني نتأكد من ذا المعلومة. يقول لك 70% تغذية 30% رياضة، صحيح؟ صحيح. من تغيير الشكل والقوام والهدف و و وما يعني إلى ذلك. نقول 50%. 50%؟ 50% تغذية. طب يعني أنا ما شاء الله شايفتك بعد اليوم جايب معك ريزيستنت باند واللي هي حبال المقاومة والأوزان. نبغى نشوف وش بتورينا اليوم، وش ممكن تحمسنا، يمكن أحد يرجع البيت يتمرن. أبد ما عندكم مشكلة. تفضل. طبعا نبدأ بالخفيف. حبال المقاومة نقدر نتمرن فيها جميع العضلات. حلو. يعني بنتمرن على الأكتاف، أكتاف جانبي. طبعا من 15 عدة. نعم. ما يكون الطلوع كذا، لا، نبغاه شوي شوي عشان العضلة تشتغل، تستفيد العضلة. صحيح. هذا بجانبي. نقدر نسوي أمامي. هذا وين يشغل؟ كتف. الكتف. الحين كل الشغل على الكتف. حلو. الجانبي والأمامي. قد إيش هذه حبال المقاومة يعني ممكن تكون بديل لكثير من الآلات؟ طبعا هذا للناس اللي بدنيا ضعيف. ايوه تفيده. انا استفدت منها صراحه. لانها تحرك الياف عضليه ممكن الدامبل والحديد والاوزان الثقيله ما تحرك. حرك. يعني فيها فوائد كثيره، بس احنا لا، نبي حديد، نبي نكسر الحديد، لا، تحس اننا اقوى فيها فائده. يمكن انتم الشباب، لكن احنا البنات بالعكس. انا اشوف انه الحبل ممتاز يعني، لا، فيها فوائد كبيره. ايوه يعني تقدرون تلعبون التراي، عضله التراي. حلو. هنا من الخلف. أيوة. من الخلف. بعدين في منها درجات. إيه في درجات. يعني في قوي من المقاومة، في وسط، في خفيف مرة للمبتدئ. صح. حلو. تجي ألوان وتجي درجات. بنلعب الصدر العالي. جميل. هنا نفس الطريقة بس إلى الأمام. طبعا هذا لازم تركيز، ما ينفع يد تسبق يد. إيه لازم، هو كل شيء بالتركيز يطلع. في ناس والله تتمرن بس كذا حركات، لا، هذا اللي ما يستفيدون. صحيح. التركيز ضروري حتى لو الوزن خفيف، لو قرورة موية. أيوة. اللي معك هذه تقدرين تتحركين بها عضلتك. صح. لأن التكنيك مهم. صح. يعني ممكن نلعب باي. والله ما شاء الله تمارين كثير بس بالحبل. بالحبل فيها كثير، بس بعدين نقدر نلعب فيها ظهر. حلو. هنا نقدر نلعب ظهر. حلو. هذا زي التجديف. زي التجديف نفسه. والله ريحتني انه الواحد يكون عنده كذا ماشين بالحبل هذا، حبل المقاومه. هذا طبعا على حسب امكانيات الشخص يعني. كلنا نقدر نتمرن. كل الناس تتمرن، بس كيف انا اشغل عضلتي؟ ايوه هو السر، انا كيف اشغلها. صح. لازم تحاكي العضله، مو بس أتمرن بس إني تمرنت وتعبت، لا. صح. تكنيك رقم واحد. صح. يعني نقدر نلعب صدر بهذه بالدامبل. طبعا كل واحد ومقدرته يا جماعة، يعني مو شرط أنا أشيل 16 كيلو يعني. يا ريم فعليا. صح. صحيح. طبعا نقدر نلعب تفتيح نفس الطريقة. نلعب ضيق. هذه كلها تمارين للصدر. هذه كلها للصدر. ما شاء الله. يعني نقدر نقول كابتن يعني التمارين بالتركيز ممكن انها تكون فائدتها اكثر لو مثلا تمرنت نص ساعة 20 دقيقة في اليوم، أكثر من لما أتمرن مثلا ساعة كاملة بس مو مركزة، بتفيدني أكثر؟ لا، التركيز أتعب. أيوه. وممل، في ناس تمل منه، ليه؟ يتعب، يتنرفز، يزعل. ليه؟ لأنه وزن خفيف. فقاعد يحس فيه، تضرب العضلة. هم متعودين ما في تركيز. يعني شوفي هذه بس شغلنا يمكن نص الجسم. طيب صح. يعني شوفي هنا الدمبل نقدر نتمرن فيه الظهر. نعم. هنا ها. ممتاز. بس في بعض الناس يعني يقعد يتحجج، انا اسميهم يتحجج، يقول لك لا انا ما اؤمن بتمارين البيت، لازم الجيم، هو الجيم الاجهزه حقتي والاغراض هناك جيم. الحين تغيرت القاعده. ايوه.
في ناس صاروا يكلموني يقولون نايف يعني خلاص الحين إذا صار ما عندي وقت أقدر أتمرن في البيت، والحين أنا قاعد أجهز عندي غرفة صغيرة للجيم يصير في بيتي، صح خلاص أقدر أتمرن في بيتي وأنا مرتاح. في ناس استفادوا أكثر من الجيم، معلومة صح هذه. لأن في ناس يقول لك لا البيت لا في فايدة، بس شلون أنا أستفيد؟ شلون أنا أتمرن؟ لأنه إحنا ما عندنا صبر، نبي نتائج بسرعة، نبغى بسرعة مزبوط. ولا تعودنا على هذه الأشياء. أيوه يعني في ناس يقولون ليش تتمرن؟ أو نبي أحد على راسنا، أو نبي أحد على راسنا يا كابتن. هو ده نبغى تمرني، نبغى مدرب كذا واحد يصرخ عليك وبطقاق ما نجيب الطيب. هو الحماس كويس، هو الحماس كويس لما يكون واحد فوق راسك، وإذا تعبتي جالس باقي عدتين ثلاث حتى لها طعم، اديكي الدفعية يعني تطلعين من التمرين وأنت أصلا مبسوطة يعني مرتاحة. الحين كذا خلصنا تمارين الحين، ولا في تمارين تبي تورينا إياها؟ في تمارين للأرجل. حلو. طبعا الارجل نلعب ثلاث درجات، نلعب واسع 10 عدات. اي اوكي. بعدين نلعب وزن الجسم. اي حلو. بعدين هنا على مستوى الكتف 10 عدات. 10 بس. حلو 10 ما لا تهجر عليه. ايوه. بعدين هنا 10 كلها هذه طقه واحده. يعني 30 طقه. 30 بعدين 10. لا والله مو بسهل. طيب وبعدين اعيدها؟ بعدين تعيدينها من جولتين الى ثلاث الى اربع على حسب قدرتك انت. طيب لما ترتفع اللياقه معك عادي تقدر تسوين ثلاث اربع. طيب مبدئيا لو سويت جوله يمشي الحال؟ جوله جوله عادي. يمشي؟ ايوه اعتقد يمشي. طيب كويس. انا لي سنين وانا اسوي جوله كل شيء، انا ماني شايف انه ماشي الحال، فلازم اروح للستيب اللي بعده. يعني خلاص العضله تعودت تبغى شيء جديد. اي لان الجسم تعود على شيء لازم تنوعون له. اي نعم. يعطيك العافيه كابتن نايف، يعني فعلا حمستنا، وانا اعتقد ان اليوم في ناس بترجع البيت وتتمرن حتى لو نص ساعه. أي. بتركيز طبعا. شكرا لك، نورتنا ويعطيك العافيه. ابد نور. مشاهدينا اكيد مكملين معاكم بعد هذا الفاصل، خليكم معنا.